اما هلا بننتقل لمحطتنا الاولى سلمى ومساحتنا الطبيه، رح نحكي فيها عن سرطان عنق الرحم الذي يؤثر على الانسجه العميقه في عنق الرحم عند المراه ويمكن يمتد للاعضاء المجاوره. اكيد نور، رح نحكي اكثر ونتعرف كيف ممكن يتم اكتشافها، خصوصا انه بكثير من الحالات لا يتم الكشف عنها مبكرا لانه ما بتسبب اعراض الا بمراحل متاخره. نتعرف اكثر على الاسباب والعلاج. بيصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الدكتوره نسرين خازم، استاذه امراض الدم وعلاج الاورام في كليه الطب بجامعه دمشق. صباح الخير دكتوره نسرين. صباح الخير، بعد زمان اشتقنا لك. شكرا، وانا اشتقت لكم ومبسوطه اني موجوده معكم اليوم. احنا سعيدين فيكي، سعد صباحك. شكرا نور. بالبداية خلينا أول شيء نحكي أو نعرف شو هو سرطان عنق الرحم، وحكينا يمكن بالمقدمة نقطة كثير مهمة أنه ممكن يتم اكتشافه بوقت متأخر. خلينا نحكي شو الأعراض اللي ممكن تنتبه إلى الأنثى تقول أنه ممكن أنا أروح لأستشير طبيب، لأنه نحن أساساً ثقافتنا العامة للأسف بالمجتمع أنه آخر خيار بيكون بالنسبة للشخص هو الطبيب. للأسف حطيتي إيدك مثل ما بتقولي على الجرح. مزبوط، سرطان عنق الرحم حقيقةً أعراضه باكرة جداً، يعني مو مثل ما نحن معتقدين أنه الأعراض متأخرة، لكن هي الأعراض هي أعراض غير نوعية. يعني هي أعراض هي نفس أعراض الالتهابات النسائية، نفس أعراض مثلاً نزوف التمثيل، نفس الأعراض تماماً. فالسيدة ما بتنتبه أنه هي الأعراض هي أعراض لسرطان. بيصير عندها انتانات بشكل متكرر، التهابات ذات رائحة كريهة أحياناً، نزوف ما بعد الجماع أو أثناء الجماع للسيدات المتزوجات. فهذا الشيء كلياته ممكن يتهيأ للسيدة أنه هذا للأسف هو يعني أعراض عادية أو شيء طبيعي ممكن يصير معها، وبالتالي بتصبر على حالها وبتطول بالها كثير وما بتعمل الشيء اللي لازم، يعني ما بتراجع الطبيب مثل ما قلتي أو طبيبتها، وما بتاخذ اللطاخة اللي هي مفتاح التشخيص. كل سيدة متزوجة لازم بشكل دوري تعمل شيء اسمه لطاخة عنق رحم، لأنه التبدلات اللي بتصير قبل السرطان بتستمر فترات طويلة، ونحن ممكن بهي الطريقة نكشفه بأعمار كتير باكرة أو بمراحل كتير باكرة. لأنه للأسف مثل ما قلتي نور وسلمى أنه لما بيتم اكتشافه للأسف الشديد عم بيكون بمراحل كتير متقدمة. طيب دكتورة خلينا نحكي بداية سرطان عنق الرحم، الأسباب اللي ممكن يكون تؤدي لهي الإصابة، و قديش ممكن إذا نعرف خليني أقول بشكل مبكر ممكن ندخل نتدخل عليه بالطرق العلاجية قبل، لأنه دائما السيدة بتخاف أنه سرطان عنق الرحم هل رح أفقد الأمومة، ما رح أقدر أجيب أولاد، كل هاي التفاصيل. تمام، السرطان عنق الرحم هو من السرطانات القليلة اللي بتتسبب بشكل مباشر بأكثر من 90% من الحالات بسبب فيروس. الفيروس اسمه فيروس الحليمي البشري HPV. هذا الفيروس هو نفس الفيروس اللي بيسبب التهابات نسائية واللي بيسبب التقاليل النسائية التناسلية اللي موجودة عند السيدات. هذا الفيروس بينتقل عبر الجنس، تمام، وممكن انه هو اللي يسبب ب 90% من الحالات. طبعا له انماط كثيره، الانماط اللي بتسبب التقاليل والالتهابات مختلفه عن الانماط اللي بتسبب السرطان، لكن يمكن تنميطها ويمكن كشفها عند السيدات بفضل الله. وهذا الفيروس بنفس الوقت له لقاح، يعني نحن كل ما كنا واعيين بشكل مبكر لهذا الموضوع وكل ما اخذنا اللقاح بشكل مبكر كل ما قدرنا نوقي حالنا من اورام عنق الرحم. اللقاح لا يمنع السرطان بكل الحالات، لكن بيمنعه بحوالي اكثر من 90% من الحالات، لانه مثل ما قلنا انه هو مو كل الاورام متسببه بسبب الفيروس. اذا هي نقطه الوقايه يلي هي كثير ضروري انه نكون واعيين لها، ويلي هلا كثير عم يتم التركيز عليها لهذا الموضوع، وقريبا ان شاء الله رح يصير هذا اللقاح متاح للسيدات بشكل كامل، لانه هو كثير خصوصا للسيدات عاليات الخطوره، يعني السيدات المتزوجات بعمر باكر، السيدات يلي عندهم يعني حياتهم العائليه او حياتهم الجنسيه كثير فعاله، فهذا الشيء هن معرضات اكثر. اي شيء بيعمل رد متكرر على منطقه عنق الرحم هو نفسه احد مؤهبات هذا السرطان. بس اشرتي يمكن لنقطه كثير مهمه دكتوره، انه السبب الاساسي والرئيسي لهيدا المرض هو الفيروس نفسه المسبب للالتهابات النسائيه. تمام، طب شو اللي بيؤدي لحتى يعني هذا الفيروس هو نفسه شو اللي بيخليه يتطور لهي المرحله عدم المعالجه؟ تمام، هذا الفيروس اذا تم اهماله بيصير بيطرأ عليه تحولات، يعني بيغير بالخليه نفسها تبع عنق الرحم، وبالتالي مع الوقت تتحول
النواه تبعها او بتحول الدي ان اي تبعها لشيء. الالتهابات النسائيه بتبدل كمان، الالتهابات المتكرره بتبدل بالخليه نفسها، بس وجود هذا الفيروس بخلي هالتبدلات تمشي باتجاه مسرطن، يعني بخليها تتسرطن مع الوقت. طبعا هذا الشيء ما عمره سنه او سنتين، عمره عشرات السنوات لحتى يبدلها. وهذا الفيروس بيصيب السيدات بعمر جدا باكر، ومثل ما انه هو فيروس ينتقل عن طريق الجنس، وبالتالي ممكن هيك، بس مشكلته هذا الفيروس انه اعراضه كثير عاديه، يعني مثل اعراض اي التهابات نسائيه، شغلات بسيطه، فالسيده ما بتكون واعيه لهالموضوع. مفتاح الحل هو وعي السيده، وعي الطبيب يلي عم تزوره او الطبيبه، الطبيب النسائيه طبعا بشكل اساسي، لانه لازم ينبهها لهذا الشيء، لازم يقول لها انه انت لازم تعملي لطاخه بعمر بي 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 بشكل متواتر، بشكل متكرر، عرفتي، بتواترات معينه. طبعا الطبيب بيحدد لها اياها، ممكن يقول لها كل سنه، ممكن يقول لها كل سنتين، كل ثلاثه، حسب الخطوره اللي موجوده عند هاي السيده، وحسب وجود هذا الموضوع ولا لا. طبعا وجود التقاليل لا يعني وجود السرطان، مشان ما يكون الموضوع شائك بالنسبه لنا. هو نفس الفيروس لكن نمط مختلف، يعني الانماط اللي بتسبب السرطان هي اكثر شيء 16 و18، هي مختلفه عن الانماط اللي بتسبب التقاليل والالتهابات النسائيه، لكن نفس الفيروس. ومثل ما قلنا هذا وجود هذا الفيروس اللي بيعطي اعراض التهابات نسائيه واعراض لا نوعيه، هو نفسه مع الوقت بيتحول خلال 10 سنوات اكثر او اقل لا لا لهذا السرطان. طيب دكتورة، عادة في كثير من السيدات مثل ما قلتي ممكن يكون عندهم عوامل خطورة مؤهبين أكثر، يمكن الحالة مثل ما قلتي من أمتى هي متزوجة، من أمتى بتمارس حياتها الطبيعية، فهذا الشيء بيؤدي يمكن للإصابة، غير السيدات اللي هن مثلا عندهم عمر أكبر بالزواج. أيضا في بعض المشاكل بتعاني منها السيدات والصبايا اللي هي مثلا كيسات المبيض، بيتعالجوا لفترات طويلة بأدوية مانعة الحمل اللي هي أدوية هرمونية، هل هذا الشيء يعتبر من العوامل المؤهبة؟ الدراسات قالت أنه قد يكون مؤهب، لكن هي الدراسات ما أكدت 100% أنه الأدوية الهرمونية أو الأدوية الهرمونية المعيدة أو موانع الحمل أو منظمات الدورة أو الأدوية اللي نستخدمها لكيسات المبيض، ما بنقدر نقول 100% أنه هي مؤهبة. لكن في حواليها إشارات استفهام لحد الآن قد تكون من المؤهبات، وأكثر شيء أشاروا أنه ممكن هي تساعد بهذا الموضوع، تساعد بحدوث هذا السرطان اذا في عوامل مؤهبه ثانيه، مثل ما قلنا يلي هو الرد المتكرر واكثر شيء الحياه الزوجيه. تمام. طيب دكتوره نسرين، مشان ما نخوف النساء شوي، تماما بدنا نخوف، ربطنا الموضوع بالاعراض الطبيعيه للالتهابات النسائيه بشكل مستمر، بس في نساء مثلا بتكون عم تعمل تحليل عادي بتكتشف عندها التهابات، في التهابات صامته عند النساء، طب إلى علاقة ممكن تكون كمان عامل مؤثر ولا لا؟ هي مختلف تماما. هلا الالتهابات النسائية ما بدنا نفوت على اختصاص النسائية ونفصل فيه كثير، بس الالتهابات النسائية حقيقة شائعة جدا، وبنفس الوقت طيف واسع من الأسباب، في الأسباب الجرثومية، في الأسباب الهي، نحن عم نحكي عن الالتهابات الفيروسية المسببة بهذا الفيروس بالذات. تمام، يعني هي اللي بتشتبه معنا بعدين بالسرطان. لكن سيدة عم تعاني من إنتانات نسائية متكررة، سيدة متزوجة عندها ولود، يعني عندها أولاد كتير، متعددة الإنجاب، ماشي، حياتها الزوجية طبيعية، هذا الشيء عملت التهابات نسائية مرة واثنين وثلاثة، أعطاها الطبيب النسائية المعالجة اللازمة، ما تحسنت أو نكست بشكل سريع، لازم الطبيب، طبعا ما بدي أقول لازم، هو لحاله طبيب النسائية بصير بيتساءل أنه أنا لازم هي السيدة أعمل لها لطاخة، لازم تكون هي واعية، والطالب الطبيب إذا غاب عن باله للحظة إنه هي أنت ما لها دكتور أعمل لي لطاخة، لأنه اللطاخة بتبين إذا في تبدلات. لازم تعمل السيدة تقريبا. هلا مثل ما قلت لك نور، هي بتواتر، يعني بتواتر طبيب النسائية هو اللي بقرر لها، لأنه بده يشوف عوامل الخطورة اللي عندها. يعني نحن بنعرف سرطان الثدي لازم تعملي سنويا مثلا أو كل تماما هذاك شيء بعمر معين، بس هون السيدات المتزوجات خصوصا بوجود التهابات نسائية متكررة مفروض أنه نحن نعمل لطاخة لنقدر نكشف هذا الورم حتى قبل حدوثه، لأنه ميزة اللطاخة، لطاخة عنق الرحم، أنه أنت بتورجيك التبدلات يلي
عم تصير بالخليه لتتحول بالمستقبل لورم عنق رحم، وهون نقطه الكشف المبكر عليها. تماما وقتها بجراحات بسيطه او بمعالجات بسيطه انا مقدر ممكن اني اكشفه، لانه للاسف معظم السيدات بتتاخر كثير بالكشف، وبنوصل لمرحله معينه مجرد ما فحص طبيب النسائيه وشاف في تثبيت بين الرحم وبين اللي حواليه، بين عنق الرحم واللي حواليه، هذا الشيء للاسف بخليه الورم صار غير جراحي، وبالتالي نحن تحولنا لمرحله متقدمه اكثر وصارت نسب الشفاء اقل بكثير. فالنقطه اللي بنركز دائما عليها انه الكشف المبكر باورام عنق الرحم دوره كثير 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 كبير، لانه له طاقه بتورجينا التبدلات حتى قبل ما يصير ورم، يعني بتورجيكي انه هيدا السيده او هيدا العنق عم يبلش يصير فيه مشاكل، لسه ما صارت سرطان، لانه مثل ما قلت لكم هذا في فرق عشرات السنين ممكن بين هيدا التبدلات اللي بيكشفها باللطاخة وبين الورم يلي ممكن يصير لاحقا. طيب دكتورة، قبل ما ننتقل للعلاج كمان، هيك نحن عم نحكي كثير من انواع السرطانات بنعرف انه جزء منها له علاقة بالوراثة، فبنشوف انه في بعض العائلات اللي بيكون مشهور فيها مثلا السرطانات ففورا بيحاولوا ياخذوا الامور الوقائيه مبكرا، بما انه قلتي انه في لقاح، فهل هذا الشيء بينطبق على سرطان عنق الرحم، وهل ممكن الصبايا يتلقحوا حتى قبل ما يتزوجوا؟ سلمى، حقيقه قبل ما يتزوجوا ما كثير منصوح فيه تماما، خصوصا بمجتمعاتنا نحن، يعني هذا الشيء لانه يعني السيده قبل عمر الزواج ما بيكون مقبول ان هي يكون عندها علاقات، فيعني بمجتمعنا نحن ما بدنا نكير كثير مبالغ بهذا الموضوع. بالبلدان الاجنبيه ايه ببلشوا تلقيح من عمر الصبايا بعد البلوغ او بمجرد صار عندها علاقات جنسيه، فببلشوا تقريبا من عمر 16 سنه بيحطوهم على برنامج التلقيح مشان يوقوهم من هذا الفيروس. اللقاح ليس للسرطان، اللقاح للفيروس بحد ذاته، تمام، انه مشان ما تكون الاصابه بهذا الفيروس. هلا الاصابه الوراثه حقيقه ما كثير لها دور بسرطانات عنق الرحم، ما في دور كثير واضح ومؤكد مثل ما بنشوفه احيانا باورام الثدي او بالاورام الهضميه او باورام اخرى. لا، هذا الورم بشكل عام هو غير مرتبط بالوراثه عندنا بالمجتمع، لكن مثل ما قلنا بنعمل سكور او بنجمع عوامل خطوره عند السيده وبنقول لها انت معرضه اكثر من غيرها. طبعا هذا لا يعني انه اذا سيده غير متزوجه او سيده مثلا ارمله صار لزمان ما عندها علاقات، او سيده مثلا منفصله او لاي سبب ما فانها هي غير مهيئه، لا حقيقه مهيئه، بس خطوره الاصابه عندها اقل من غيرها بمنيح. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن العلاج. قلتي نقطه كثير مهمه هو الاكتشاف المبكر او الاكتشاف انه هي البيئه هي ممكن تكون حاضنه مهيئه بعنق الرحم، من خلال التبدلات بالانسجه بعنق الرحم ممكن يصاب او تصاب السيده بسرطان عنق الرحم. خلينا نحكي الوقايه قديش مهمه، ولما اكتشفه ممكن يكون ببداياته العلاج قديش رح تكون نسبه، لانه لما تقولي سرطان في عنق الرحم ضد كلياتنا، يعني بيتبادر لاذهاننا انه رح يتم استئصال الرحم، رح تخسر المراه الرحم تبعها او المبايض، او ياثر على عمليه الانجاب عندها بشكل عام. هلا اللي رح اقول لك اياه، اذا اكتشفناه بالمرحله لسه قبل ما يتحول للسرطان فممكن تكون الجراحه بسيطه جدا، جراحه مثل استئصال جزء بسيط من العنق ممكن هيك. طبعا السيده يلي عندها اولاد متزوجه او الكبيره بالعمر اكيد بنفضل الجراحه الكامله بهي المرحله، بس ممكن في حالات اذا اكتشفنا كثير 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 باكر انه ما تخسر السيده اعضاء يعني اعضاء الامومه عندها واللي هي المبيضين والرحم والاساسي عنق الرحم. الجراحه هي مفتاح العلاج، كل ما كان هذا الورم اكتشفناه بعمر مبكر او بمرحله مبكره وقدرنا نعمل عليه جراحة كل ما كان هذا الورم قابل للشفاء التام. إذا برجع وبأكد الكشف المبكر هو مفتاح الحل عند هدول السيدات. خلينا نحكي على الشق الثاني واللي بتكون شوي تأخرت على حالة لسبب ما، في معالجات شعاعية وكيماوية ممكن تكون إن شاء الله شافية بهذا الحالة، ممكن بعدين نجرب انه ممكن بعدين نعمل جراحه وان شاء الله كمان كيماويه ما بتاثر عمليه انجاب؟ اكيد بتاثر، بس نحن لما صار الورم متقدم اساسا صرنا
يعني اكثر شيء بندور عليه هو سلامه حياتها تماما سلمى، يعني سلامتها وانقاذ الحياه هو بهالحاله هو اللي بيكون هو اللي بيرجح كفه الميزان بالمعالجه بصراحه. بس ان شاء الله لما نكون واعيين للموضوع ما بنوصل اساسا لهي المرحله. نحن بصراحه عم نشوف وعي كثير كبير، يعني لنحكي مثل ما بنقول الحقيقه، عم نشوف صرنا بالسنوات الاخيره وعي واضح تماما من السيدات، كثير صاروا سيدات زملائنا اطباء النسائيه وطبيبات النسائيه صاروا عم يشوفوا اورام عنق رحم كثير باكره قابله للشفاء بشكل كامل، وان شاء الله بتكون يعني الشفاء لجميع السيدات يعني ممكن المعرضات او غير معرضات لهذا السرطان. اكيد كمان دكتوره يعني خلال هذا العصر اللي نحن فيه خلينا نقول لايف ستايل او نمط الحياه اصبح من العناصر المتهمة دائما بكثير من الأمراض وخصوصا الأمراض السرطانية، إذا فينا نقول لأي درجة فينا نستبعد هذا الموضوع بسرطان عنق الرحم؟ اللايف ستايل أو طبيعة الحياة خديها قاعدة، هي أساس بكل شيء، هي أساس بالتعرض بمناعتنا، هي أساس لتعرضنا للسرطانات للأمراض الخطيرة. كل ما كانت حياتك أقرب لتكون بسيطة لتكون طبيعية لتكون صحية بكل معاني الكلمة، كل ما قدرتي تبعدي عن الستريس، كل ما قدرتي تمارسي رياضة، كل ما قدرتي تكوني موجودة بمجتمع رايق، أكيد هذا الشيء هي صعبة شوي، ما بدنا ننظر كثير حالنا نحن بس هي صعبة يعني ممكن تكون صعبة بس نحن بنقدر نغير. عن جد ما بتتخيلي قديش إلى دور، حتى إلى دور بتقبل المعالجة، إلى دور بتعافيكي مرة ثانية من أي مرض بنتعرض له. اللايف ستايل هو شيء اساسي بصراحه وصعبه، عن جد صعبه انه نغيره لانه هذا خلص نمط حياه تعودنا عليه. او معلش يعني خلينا نحكي معاناتنا جميعا تماما، يعني دائما ركض دائما هي، بس عن جد خلينا كثير نصير نركز على هذا الموضوع لانه عن جد كثير 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 له دور لا تتخيلي قديش. يعني من فترة ما بدنا نطلع كثير عن الموضوع بس كنت عم بقرا دراسة بأورام عن أورام الكولون، نمط الحياة وطبيعة الحياة هي عامل الوقاية الأول من حدوث أورام الكولون. تخيل يلي بيشمل الرياضة واللي بيشمل الابتعاد عن الستريس بيشمل الحياة الصحية وطبيعة الحياة. له دور اساسي هذا الشيء، ما صار حكي هيك مثل ما بنقول، حكي له دور اساسي صحيح، دور اساسي بالوقايه من السرطانات وبعلاج هدول السرطانات. هي صعبه شوي ضمن الظروف المعيشيه والاقتصاديه وسنوات الحرب الثقيله على كل الناس، بس عم نحاول باشد الوسائل نعطي بعض النصائح وقديش فينا فعليا نعمل موازنه بين حياتنا العمليه والمعيشيه واساسا انعكاسها النفسي. بالختام دكتوره نسرين اكيد كنا سعيدين بوجودك، نصائح عامه لكل النساء اليوم والصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، وبنتمنى فعليا مثل ما قلتي اللقاح يوصل ويصير بمتناول الجميع. اللقاح موجود بس لا يعني للعاليات الخطوره خلينا نسميه هيك، بس ان شاء الله انا اللي بعرفه انه الخطه القادمه والقريبه جدا انه رح يكون هو في خطه وطنيه يعني للعمل لحتى يكون هذا اللقاح متاح لكل السيدات ووفق يعني مثل برنامج اللقاح للاطفال، كيف نحن من هيك رح يكون يعني رح يصير في اجبار عليه لانه هو بالحقيقه دوره كثير كبير بهي. طيب كمان دكتوره هيك سريعا قبل ما نختم، قديش مهم اليوم مو بس خليني اقول الكشف المبكر، تشيك اب لكل الجسم دائما قديه بتعطي وقت؟ هو كثير اساسي، اي عرض غير طبيعي بنحسه او اي شيء بيستمر لفتره غير هيك لازم نعمل تشيك اب، لازم هيك، بس كمان ما نبالغ فيه كثير، يعني مو انه مثلا سيده مجرد صار عندها اي شيء بسيط بدها تسارع وبدها تعمل تحليل زياده عن اللزوم، هذا بنسميه يعني اوفر دايجنوزز، يعني انه مبالغ فيه احيانا. بس لا يمنع من استشاره الطبيب بشكل دائم، لانه نحن بثقافتنا للاسف بنتاقلم مع الالم، يعني تماماً. بتلاقي عم في تحدي قديش فيني انا اتحمل وجع لحتى اروح على الدكتور، هي مشكله كثير كبيره. كنا سعيدين بوجودك دكتوره نسرين خازم، دكتوره في امراض الدم ومعالجه الاورام في كليه الطب البشري، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا وشكرا لكم، وانا كثير كثير سعيده اني كنت موجوده معكم بعد غياب. شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات اللي عم تقدميها. اكيد شكرا ونهاركم سعيد ان شاء الله. نهارك سعيد.